بالنسبة للطالبة إخلاص هذا يوم خاص، أول يوم لها في الجامعة. كما راك عارف طالب أول مرة يدخل الجامعة، وزيد لي زاد الشوق تاعي واللهفة تاعي بان ندخل الجامعة. سمعت في مواقع التواصل الاجتماعي بلي كاينة تقنية جديدة هنايا في جامعة محمد بوظيف، هي تقنية الكيو آر كيود التي استحدثتها إدارة الجامعة بشعار تسجيلات بصفر ورقة، وهو ما سيسهل على الطلبة والأساتذة والمستخدمين كل تعاملاتهم الإدارية. يدخل الموقع وباستعمال مسح الكيو آر خاص بالبطاقة تمكنه من الولوج إلى مختلف المنصات، فقط تبقى خصوصية الأستاذ أستاذ والموظف موظف والطالب. جيل بزاف نحبو التليفون هذا العفايس، تما تقدر دير كلش من التليفون ديالك. استحداث هذه التكنولوجيا الحديثة ستمكن الموظف من عدة خدمات تخص حياته المهنية، وتمكن كذلك الطالب من التواصل الفعال والسريع مع أساتذته ومع إدارته. إخلاص سعيدة جدا بيومها الأول وبهذا المشروع. كملت التسجيل وكما راك تشوف اللي مديت بطاقة الطالب، وفي حي تحتوي على الرمز تاع كيير. بزاف نحات علينا تعب، نقدر نروحوا بلا ما نروحوا للإدارة نحملوا شهادة مدرسية، كشف النقاط، جدول التوقيت الأسبوعي بدون تعب بدون إرهاق. نشكر رئيس الجامعة وجامعة محمد بوظيف ككل. تقنية ومشروع وجب تعميمه على كل الجامعات وحتى المؤسسات والإدارات.